اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه عرب هاردوير. في حلقتين فاتوا كنت اتكلمت عن الرامات وقد ايه الرامات ليها تاثير كبير في اداء جهازك، اكبر من تاثير الكراش في حياتك، ده على افتراض ان انت عندك كراش يا بائس. المهم يعني ان الحلقتين دولت واحده منهم كانت عن مساحه الرام، ودي ممكن ترجع لها من الاي اللي بتظهر لك هنا، والثانيه عن سرعه الرام، وبرده ممكن ترجع لها من نفس الاي اللي بتظهر لك هنا. زي ما هتشوف في النتائج ان مساحه الرام ليها تاثير كبير على الاداء في الالعاب، ونفس الموضوع مع سرعه الرام، خصوصا لو انت من مالكي منصة AMD Ryzen. وخلاص كده عرفنا كل حاجة عن الرامات، لكن يشاء القدر انك تاخد بالك من الرقم ده، تسلسل للارقام غريب جدا ما انتش فاهم منه اي حاجة، فواضح كده ان في حاجة في الرامات انت فوتها غير السرعة والمساحة والRGB. السؤال بقى، هل التسلسل ده ليه دور في اداء الرام؟ وهو ده اللي هنجاوب عليه في خلال حلقتنا. تسلسل الارقام اللي انت بتشوفه على الرام ده اسمه ميموري تايمينج، ومن المفترض ان ده واحد من العوامل اللي بتحدد اداء الرام على الورق، ودي حاجه مختلفه عن سرعه الرامات عشان ما تتلخبطش بين الاثنين. سرعه الرام اللي بتتقاس بالميجا هرتز تقدر تعرف قد ايه ممكن تنقل من الداتا في الثانيه الواحده. فعلى سبيل المثال لو انت عندك رام بسرعه 3200 ميجا هرتز تقدر تنقل داتا بسرعه توصل ل 25600 ميجا بايت في الثانيه الواحده، لكن التردد ما بيقدرش يدينا اي معلومه عن الليتنسي، والليتنسي هو زمن التاخير اللي بيحصل بين العمليات او تنفيذ الاوامر. وهنا بيجي دور التايمينج اللي بيتكون من اربع ارقام اللي بتحدد زمن التاخير ده، وكل رقم في التسلسل ده مرتبط بعمليه معينه بتاثر على اداء الجهاز بتاعك. الرقم الاول بيعبر عن حاجه اسمها الكاس لاتنسي، ودي غالبا اهم حاجه موجوده في الرام. كاس اختصار لكلمه كولوم اكسس استروب، ومن المفترض ان المصطلح ده بيعبر عن الوقت اللي بياخده الكنترولر بتاع الرام عشان يقول لميديولر ميموري انا عاوزك تاكسس الداتا دي بالاعتماد على الانبوت بتاعك عشان يطلع الاوتبوت اللي انت عايزه. والقيمه اللي بيتقاس بيها الكاس لاتنسي هو الكلوك سايكل. نظريا كل ما قل الوقت ده كل ما كان اداء الرام احسن، بس عشان الرامات بتيجي بسرعات مختلفه التايمنج بتاعها كمان بيكون مختلف، عشان كده في معادله معينه عشان تعرفك زمن التاخير بالظبط بالنانو سكند. فرام مثلا زي النايت هوك ليجند بتيجي بكاس لاتنسي 14، تاخد التايمنج ده وتقسمه على التردد بتاعها اللي هو 3200 وتضربه في 2000 بعد كده يطلع لك 8.75 نانو سكند. في حين اننا لو قارناها برام تانية زي الاكستريم من تيم جروم بتردد 4500 ميجا هرتز وكاس لاتنسي 18 هتديك 8 نانو سكند. فمش عشان الرام ترددها عالي والتايمنج بتاعها عالي معناها ان الرام دي بطيئه، لا، انت بالمعادله دي بكل بساطه تقدر تعرف بالظبط زمن التاخير لكل رام. طبعا الرام كل ما زاد ترددها وقل الكاس لاتنسي بتاعها كانت احسن، وهنا بتكون الرام اللي بتوفر العوامل دي هي الالتيميت تشويس ليك، ده طبعا على افتراض ان هي مش هتاخد من محفظتك فلوس كتير. الرقم الثاني هو رو ادرس تو كولوم ادرس دري، واختصاره TRCD. بنيه الرام في الاساس هي عباره عن جريد فيها صفوف اللي هي الروز وفيها عمدان اللي هي الكولومز، فالبي سي بيحتاج انه ياكسس رو معين قبل ما يحدد اني كولوم فيه الداتا اللي هو عاوزها. ببساطه اكتر عشان انت شكلك ما فهمتش حاجه، الرقم ده بيحدد الوقت اللي بتاخده الرام عشان تحدد مكان الداتا ما بين الروز والكولومز. كالعاده الرقم ده كل ما قل كل ما قل الوقت اللي بتاخده الرام عشان توصل للداتا اللي انت عاوزها، فانت دايما خلي في بالك النقطة دي طول الحلقة، دايما وابدا التايمنج كل ما قل كل ما الرام كانت اسرع. الرقم الثالث هو الرو بريد شارج تايم واختصاره TRB، وده بنقدر نقيس بيه الوقت اللي بتاخده الرام عشان تاكسس رو جديد. اما الرابع اللي هو الرو اكتف تايم او TRS كاختصار، ده بيمثل اقل عدد دورات بيفضل فيها الرو مفتوح عشان ياكد على ان الداتا اتكتبت واتقرت بشكل سليم، عشان كده الرقم ده في التسلسل هتلاقيه اكبر قيمة موجودة. فالكلام ده كله نظريا حلو زي الـ RTX. احنا هنجرب الرام تيم جروب نايت هوك ليجند 2x8 في وضعيه دول شانل تشتغل على تردد 3200 ميجا هرتز. الرام دي فيها ميزتين، الاولى هو ان التايمنج بتاعها 14 14 14 31، وعلى حسب ما دورت في الرامات اللي من نفس الفئه السعريه وعلى الاقل فيها RGB وبنفس التردد هي اقل تايمنج موجود. الميزه الثانيه وهي شكلها ما يختلفش كتير عن اللي اوت بتاع النسخه العاديه اللي اتكلمنا عنها في حلقه فاتت اللي ممكن ترجع لها من الاي اللي
هتظهر لك هنا، لكن بلون مختلف مدي للرام شكل احسن في البيلد بتاعك مع وجود ميزه الرامات الار جي بي اللي من نوع ادريسابل، اللي يا اما تتحكم فيها في نظام اضاءه زي الايسوس اورا سينك او من خلال البليدز اللي هو السوفت وير الخاص بشركه تيم جروب. مواصفات السيستم اللي هنجرب عليه الرامات النايك هوك ليجند هتظهر لك حالا، والتجربه هتكون على ريزوليوشن 1080 بي، والاختلاف الوحيد في السيستم ده هو التايمنج بتاع الرامات، عشان نشوف مدى تاثير التايمنج على واحده من العاب التريبل اي زي اساسنز كريد اوريجينز. والنتيجه كانت ان مع لعبه اساسنز كريد اوريجينز على اعلى اعدادات ليها الترا هاي مع اختلاف التايمنج في الرام وثبات التردد والفولتج بتاعه، لقينا ان كل ما التايمنج قل كل ما زادت الفريمات في اللعبه. اي نعم الزياده بسيطه وعند تايمنج معين الزياده دي وقفت، بس خلينا نبص للجانب المشرق من الموضوع ده على افتراض ان في جانب مشرق في الموضوع، ان بسبب الكاس لاتنسي اللي قل للرامه النايت هوك تقدر توصل بيها لتردد اعلى، وهنا هتلاقي نفسك بتسال مين الافضل ليا، اجيب رام بتردد اعلى ولا توقيتات اقل؟ خلينا اقول لك ان تجربتنا للرام دي على منصه انتل قدرنا نوصل بيها لتردد 4133 ميجا هرتز. اي نعم مفيش غير انتل هي اللي بتستفيد من الفرق ده او ما بتستفيدش بيه، وايه ام دي اخرها 3600 بالعافيه، بس خلينا اقول لك ان الكاس لاتنسي اللي وصلنا له بالتردد ده هو 17، وده رقم كويس جدا ومش هتلاقيه في اي رامه 433. فالفكره ان انت ممكن توفر فرق السعر ما بين الرامه اللي ترددها عالي وما بين الرام اللي الكاس لاتنسي بتاعها اقل وتستفيد بيه في حاجه تانية زي اس اس دي مثلا بينور ار جي بي. فدي ممكن نقول انها حاجه كمان لازم تاخد بالك منها وانت بتجمع جهاز جديد ليك، ومن الحاجات اللي ممكن برضو تاخد بالك منها انك تعمل لايك للحلقه لو عجبتك وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير لو انت جديد في القناه، واكيد هستنى رايك في التعليقات.